قومي يا أختي أنت خفيتي من معجزات أبونا فلتاوز مع مايفن روماني سعد من العصافرة. عندها 5 سنين ودخلت في تجربة مرض شلل، قعدت مش عارفة تقوم ولا تتحرك، وحاجة ما يعلم بها إلا ربنا. الأم قعدت تصرخ أنا تعبانة البنت هتموت. خالة البنت خدت اسمها على جسد أبونا فلتاوس وقعدت تبكي وتصلي، وأهل البنت وأمها دموع كل يوم وتمجيد لأبونا فلتاوس. جابت زيت وصورة أبونا فلتاوس وحطتها على رجل البنت علشان تقوم. تفتكروا البنت خفت؟ لا. طيب ليه يا رب؟ الناس صلت ودموعها نزلت وراحت كمان زيارة وما حصلتش المعجزة. ربنا لما اتأخر على الـ3 فتية كان عايز يقول لهم انا بتاع الوقت الاخير. الساعة 1 في الليل ابونا فلتاوس ظهر للبنت وقالها يلا قومي يا اختي انت خفيتي. الكتاب المقدس قال عظيمة وعجيبة هي اعمالك ايها الرب الاله القادر على كل شيء. بركة شفاعة أبونا فلتاوس تكون معاكم وتفرح لكم.